ده كمان محافظين. يعني خلي الرئيس على جنب، لان هو توجهاته يعني يا ريت انها بيتعمل بيها، او يا ريت ان الرئيس لما بيطلع يوجه بيبقى فيه سرعه في الاستجابه، لكن يعني خلي الرئيس في اتجاه، لان بعيد تاني ان الرئيس ماشي بسرعه والحكومه المصريه ماشيه بسرعه مختلفه. لا ده ماشي عكسه. يعني لو ماشيه بسرعه، انا مش عايز اقول كده يعني. انا عايز اقول لك يعني خطين متنافرين. يعني انت بتكلمي حد طول الوقت عمالي يعني بيخانق نفسه بالحكايه، وعلى الجانب الاخر الاطراف الاخرى المعنيه اللي ايديها المفروض توضع في المشكله بعيد، مش موجودين، مش عايزين يتحركوا، مش عايزين يشتغلوا. حتى رئيس البرلمان لو شفتي يعني كان بيشتكي من المحافظين وما بيتحركوش. انا يهمني في المقام الاول مش الوزراء الان، انا يهمني المحافظين ورؤساء المحليات.